ولدات دات هنايا طلبنا منه تجي تشوف بنتك تأدي معايا الواجب، قال لك تجيبها وتجي هنا، ما بغاش تجي. انا ما عمرني عرفتك البنت. التواصل تقطع نهائيا، دابا ما عارفينوش حنا حتى في كاين حاليا، اللي كنعرفوا عليه هو راه في السعودية. هادشي اللي بغيت نقول لك، بنتك راه غادي تضيع الا ما صرفتيش عليها وما قابلتيهاش وما شفتيش بنتك. امال خالت هاجر عمر ديالي دابا 12 ونص، طالعه في 13 سنه. 2010 تزوجات بيه، تكاتبت معاه هنايا في المغرب، درنا ليهم العرس، مشات عاشت هي وياه مده 9 شهور. ما تفاهمتش هي وياه، ما بقاوش مفاهمين. جات هنايا غضبات هنايا في دارهم عندنا، جات حامله، جات حامله ولداتها هنا. مني ولدات هنايا صافي عيطنا لي باش انه يجي، باش يجي يشوف بنته. وهادي صافي قال لك تجي ترجع ليا هي، هي لا رجعت مرحبا، ما رجعت صافي انا غادي نقر ديك البنت. هي ما تفاهمتش مع راجلها، ما تفاهموش تمايا المشاكل يوميا، صداع يوميا. مني صافي دايما مشاكل، كيضربها وكيعنفها، هذاك الشيء علاش جات غضبانه هنا. مني ولدات هنايا طلبنا منه تجي تشوف بنتك تأدي معايا الواجب، قال لك تجيبها وتجي هنا، ما بغاش تجي. انا ما عمرني نعرف ديك البنت، ما نعرفهاش نهائيا. 14 سنة عمرو مسول، دابا ما تيعرفهاش حتى كي دايره. هادشي علاش بغيناها تبان في الصورة، ما تيعرفهاش يعني. دابا الا شافها كاع تلاقى ما كيعرفهاش، لأنش الموت والحياة هذا ما عرفنا من هنا. دابا انسان ما عارف دابا شكون السابق، الوالدين ديالي كبروا، ما عرفنا شكون السابق. الواحد يضرك وجوه الدرية، راه ما كاينش اللي يعتني بيها. امها راه قارية بديبلومات ديالها، ولكن مني جات من عنده صافي مرضات مرض نفساني. دابا راه كتشرب الدواء يعني، لخطاها با وامي صافي. راه الدريه ما كاينش اللي غادي يعقل عليها نهائيا. دابا حاليا راه هازينا بداك الشيء اللي عطى الله، ولكن راه الدريه راه سايره كتكبر هي براسك. تقول لك انا بغيت نشوف با، بغيت تعرف بابا، هي بغات غير تعرفو كاع، تشوفو وتعرفو. بغى يصيفط لها الواجبات ديالها نشدوها مرحبا، بغات هي تمشي عنده مرحبا. مومي صيفط لها المصاريف ديالها، حنا راه شادينا باش ما عطى الله. ولكن اللي كنطالبو منه اليوم هو انه يشوف بنته ويعرف بنته. بغينا يعرف بنته، هي بغات تعرف باها نهائيا نهائيا. لا والو حتى شي حاجه، التواصل تقطع نهائيا. دابا ما عارفينوش حنا حتى في كاين حاليا، اللي كنعرفوا عليه هو راه في السعوديه خدام تما في السعوديه. اللي غادي نقول لك هو يا الوالد ديالي، انا هذا الشيء هو اللي انا الدنيا هذه ما عرفناش شكون السابق. الوالد ديالي عيا، هو امي، امها راه عيانه حتى هي مريضه اللي غادي تخدم عليا. هذا راك شتي عندها لوردونس، راه الدويه اللي كتشرب ديال مرض الراس، وكاع ما كانت مريضه على فكره، ما كانتش مريضه مني جات من عنده. بحال هذا الشيء اثر عليها صافي مرضات. اللي غايقول زعما ان راه امها هزاها وغتقابلها، راه مرتك راه مرضات، وبا وامي راهم كبروا يعني، غدا ولا بعد غدا الا ضرقوا وجوههم راه هاد البنت راه غادي تضيع. هاد الشيء اللي بغيت نقول لك، بنتك راه غادي تضيع الا ما صرفتيش عليها وما قابلتيهاش وما شفتيش بنتك. راه الدنيا هادي واش ديالهم كان على سنه الله ورسوله. العقد ديالها هو كاين، لو تشوفوه كاين العقد ديالها، الوثائق كاينين عندها، ديك الاقامه باش كتعيش تما معاه، كلشي هما الوثائق عندنا هما كاينين يعني، كلشي الوثائق كاينين. اللي بغى يجي يشوف راه الوثائق كاينين وكلشي مضبوط. راه هما باش هزينا ودرنا شكايه في الرباط. الحاله المدنيه ما عندهاش، عندها صايب لاجل اللي يجيك سري بسميه باها. صبناها لها بهاد الوثائق، هاد الوثائق اللي جابت معاها يعني. كل ما كانوش عندنا هاد الوريقات راه ما كانوش غيصايبوا لينا حتى هاد اللي يجيك سري، ما غيصايبوهاش يعني. غايقول لك ضروري خاص يكون باها يعني، راه كون ما كانوش هاد الوثائق جابتهم معاها مني جات من عنده، راه ما كانوش غيصايبوا لينا حتى هاد اللي يجيك سري، ما غيصايبوهاش. قال لي هترجعي مني قربات تولد، قال لها رجعي وهادي، ولكن صافي ما بقاتش بترجع بحكم داكشي اللي قالت. كان كيعنفها وكيضربها صافي، قالت ما بقاتش بترجع. حنايا دابا اللي بغيت نقول ليه، راه القلوب صافيه من جهتك. الا بغيتي تشوف بنتك راه غيدخل، راه الباب مفتوح في وجهه. بغى شي يشوف بنته الباب مفتوح في وجهه. حنايا كاملين لا با ولا امي ولا مرته، صافي نساو داكشي كامل اللي داز نساوه. حنا دابا اللي كنطالبوا به هو بنته، بغينا صافي بنته يشوفها.